هذا سؤال بحبه كتير. من إنسان درس علوم سياسية ودراسات شرق أوسطية لبني آدم فجأة اهتم في علوم القهوة وفي كيمياء القهوة، هذا بدل قديش أنا مستعد كنت أبلش الطريق. أنا محمود سحمان، دخلت مجال البزنس مع والدي بال 2012، بعدين صار التوجه أكثر إنه ليش ما أروحش لبزنس قهوة وتخصص القهوة. اكتشفت إنه قهوة عالم بحد ذاتها، بدأت درس القهوة وما زلت بدرس القهوة لليوم. في مثل بيستخدموه كتير الأجانب بيقولوا كوفي إز لايف ستايل. أنا بحب قهوتي بلاك، بحب قهوتي مع شوغر، بحب قهوتي بس مع حليب، بحب قهوتي بدون ولا إشي. بحبش القهوة ممكن كمان، بس أنا بحبش القهوة أنا بشكل عام. تخصص القهوة أنت بتدخل فيلد جديد على البلد، بتبلش تقنع العالم والناس إنه هذا هو الصح، وهون المشكلة. يعني في أحد المؤتمرات أو أحد الكورسات اللي أخذتها، كان الدوام بلش الساعة 7 الصبح وخلص الساعة 7 المغرب، وبتخلله 20 25 كاسة قهوة بين تيستينج. وأنا كنت أولها فترة بتعلم شو يعني تيستينج، هم بالعادة التيستينج بتاخذ السب وبعدين بتسوقيها بترجعي، بس أنا ما كنتش متعود هيك. أنا أخذ السب وأبلعها فأروح بالليل ضلني هيك في السقي صافن، ما لا أنام ولا أعرف أصحى ثاني يوم الصبح. الفكرة أنا بلشت فيها بعد ما اكتشفت إنه نوعا ما مش دائما بتعجبني القهوة الفلتر بسبب عدم وجود الفوم. صراحة أنا بعتبر يعني من أحسن الطرق اللي عندي فيها القهوة أو تسوي قهوة كما يجب هي طريقة البور أوفر، أو اللي يعني نوعا ما هي دريبينج. يعني هو بيجي مرحلة صنع الرغوة اللي أنا بحبها أغلب الكاسات، نعمل الفوم. هذه أكثر عملية أنا بحبها. في هاي الحالة تمتزج الرغوة. بطمح إنه نكون عن جد أول شركة بتخطو خطوة نحو الأمام في إيجاد السبيشاليتي كوفي وإيجاد التوعية لهذا الإشي، لهذا المنتج في سوق القدس وفي السوق العربي الفلسطيني.